يسعد مساكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي نبض الاتحاد. بسعدنا لهذا الأسبوع استضافة الأستاذ محمود إبراهيم. بداية أستاذ محمود أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم مرحبا. أهلا وسهلا شرفتونا. خلينا في بداية برنامجنا لليوم نتعرف شخصك الكريم أكثر، يعني بعيدا عن الألقاب. محمود إبراهيم من هو؟ أنا محمود إبراهيم، مصري الجنسية، مقيم في دولة الإمارات تقريبا منذ 6 سنوات. معايا حتى العائلة هنا ما شاء الله والحمد لله. يعني خلينا شوي نحكي قبل الإمارات عن مجال عملنا وعن مجال عملنا الترجمة القانونية. أنا مترجم من البداية، يعني من قبل الإمارات. من قبل الإمارات الحمد لله. بعد ما تخرجنا من مصر من الجامعة أنا يعني قررت أن أنا أمارس مهنتي. أنا حبيت أن ما يعني أمشي في سلك الترجمة مش في التدريس. يعني جميل. سافرت رحت ليبيا. هناك بدأت كمترجم مبتدئ. جميل. وشقيت كل الصعوبات وشقيت كل العقبات والحمد لله تجاوزناها. قد استمرت في ليبيا تقريبا؟ حوالي 8 سنوات. 8 سنوات تقريبا. وبعدها كان اختيارك او اتجاهك لدولة الامارات؟ انا من بعد ليبيا انا الدولة الوحيدة اللي حسيت فيها بالامان. وحسيت فيها ان فرص استثمار وفرص عمل كويسه جدا جدا. صحيح، ممكن ان نحقق جزء كبير من طموحنا ان انا اكمل طموحي فيها وان انا في نفس الوقت ابني الاتجاه المهني بتاعي. يعني اول خطوه كانت لك بدوله الامارات؟ اول خطوه جيت بعد تجربه ليبيا جيت اشتغلت مترجم عادي. كموظف؟ كموظف عادي جدا، ان انا استكشف الجو الاستثماري في الدوله. حبيت ان انا اخد نظره عامه والحمد لله لقيت كل الفرص الاستثماريه وكل المناح اللي تشجع اي استثمار ان هو يزدهر. ومن ساعتها بعد ما كنت موظف قد استمرت بهي الفتره كموظف؟ يعني اشتغلت موظف على 3 مراحل في 3 شركات. جميل. بعدين بعد ال3 شركات قررت ان يكون عندي البيزنس او العمل الخاص بتاعي. ان انا ابدا بعد قد ايه الفتره هاي كانت فتره طويله؟ يعني من 3 سنوات. 3 سنوات. يعني برضه خطوه جريئه انه بعد 3 سنوات. هو مش كبير يعني، مش لا سنوات مش كتير. فانا لان هو بصراحه انا بحب المهنه بتاعتي. انا بحبها جدا وبحب ابدع فيها، وفي نفس الوقت الفتره اللي هي ال3 سنوات ما كانش 3 سنوات بس، يعني انا كنت عندي محصله قبلها. اللي بحكم الخبره او الفتره اللي قضيتها في ليبيا. ما كنتش جاي يعني من الصفر. صحيح. هي كان عباره عن تكمله. كان عندك اكسبيرينس كتير كبيره. بالظبط. كان عباره عن تكمله. صح. وفي نفس الوقت مواصله المهنه. بس مجرد اللي هي ال3 سنوات دول انا قضيتهم على اساس استكشاف اكتر او دراسه للبلد يمكن او للمنطقه. بعدها ال3 سنوات واول خط بعدها ال3 سنوات كان في عندنا نقله نوعيه بحياتنا يمكن. طبعا. اللي هي من موظف كمسؤول اليوم في بلد هي ما بتشبه اي بلد ثاني. في بلد اليوم المنافسه فيها يعني كثير كبيره. انا لما بدي اخذ هيك خطوه بدي اكون على ثقه تامه انه انا ممكن يعني انجح او ممكن افشل، لانه البلد اليوم قويه والمنافسه قويه. صحيح. كيف كانت هي البدايه في خلينا نحكي في النقله الثانيه من حياتك؟ هو القرار مش سهل بصراحه. أكيد. لانه كان بيترتب عليه التزامات. اكيد. انا طبعا كنت في المرحله الاولى كنت موظف باخذ راتب مأمن نفسي. صحيح. وعارف التزاماتي ايه وحدودي ايه وكذا وكذا. انتقلت من المرحله دي او نقطه تحول اصبحت فيها ان انا مسؤول عن التزامات الرواتب الايجارات في رخصه في اجراءات اخرى خاصه بالشركه. نعم. فانا طب يعني الاستثمار دايما يحب المجازفه. وانا عندي طبعا عندي المجازفه. وطبعا البيئه في الامارات تساعد. صحيح. اي حد يكون ناجح. اكيد. بدايتك كيف كانت بالشيء الخاص فيك او بالبزنس الخاص فيك؟ بديت طبعا الاجراءات بتاع الرخصه في دوله الامارات اجراءات حلوه وبسيطه وفي نفس الوقت ما فيش فيها معوقات. القرار كان زي ما قلت لحضرتك كان صعب، بس انا بديت بدعم من بعض الاصدقاء في نفس المهنه. طبعا علاقتنا بيهم كويسه. جميل.
دعمونا في البداية، وما أخفيش أن أنا واجهت بعض الصعوبات أكيد، منها المادي ومنها الالتزام ومنها كل شيء. صحيح. فتجاوزناها واحدة واحدة، وبحكم أن أنا راجل مترجم جبنا موظف وأنا ترجمت وزودنا موظف وشوية واحدة واحدة لحد ما بلشت بشيء بسيط. بالضبط، بدأنا ببساطة جدا جدا الحمد لله. اليوم شو المرحلة اللي وصلتوا لها؟ الحمد لله احنا وصلنا مرحلة ان احنا عندنا 4 فروع ما شاء الله. الحمد لله 3 فروع في دبي وفي فرع في عجمان ما شاء الله. ان شاء الله بنطلع نحكي اكثر عن هالفروع، عن الباشا لخدمات رجال الاعمال، نحكي عنها اكثر. والله هي بدأت بالباشا للترجمة القانونية كبداية. الحمد لله احنا سمعتنا طيبة جدا عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي. بدأنا ان احنا الحمد لله بنعتمد على معادلة صعب شوية تحقيقها، بس احنا بنحاول ان احنا نحققها، وده اللي بيخلي اسمنا كويس الحمد لله. المعادلة هي ان احنا نعمل جودة عالية بسعر كويس وسرعة انجاز عالية جدا. فطبعا يعني ركزتوا على الوقت، الوقت والسعر والمصداقيه والجوده. صحيح. فهو العميل دايما عايز شغله يكون مرتب وفي مواعيده، وخاصه احنا بنتعامل مع جهات ثقافات مختلفه. اكثر الجهات اللي بتتعاملوا معها انتم اليوم، او اكثر البزنس اللي انتم بتتعاملوا معه ولاقين حالكم انتم اليوم حققتوا نجاح كبير. بالضبط، هو الشغل معظم الشغل اللي احنا بنتعامل فيه الجمهور العادي. طبعا دبي والامارات، دوله الامارات كلها فيها ثقافات مختلفه. صحيح. بالتالي الناس كلها بتتطلب في اجراءاتهم المحليه داخل الدوله بتتطلب تترجم بعض المستندات الخاصه بيها. فده شق اخر، ان احنا بنتعامل مباشره مع الجمهور. الشق الثاني ان احنا الجهات اللي بتحتاج الترجمه، الكاتب العدل، مكاتب المحاماه، الشركات الخاصه، اي حد له صله في موضوع الترجمه. الحمد لله الترجمه مهنه تعتبر مشتركه او مهنه شقيقه لمعظم المهن يعني. صحيح. الحمد لله بالتوفيق لكم ان شاء الله. الله يحفظك. اكيد الطموح ما وقف لهون، اكيد لسه في شيء لقدام، يمكن حققنا شيء حلو بس لسه يمكن بدنا اكثر من هيك. طبعا احنا دوله الامارات بحكم الحمد لله يا رب ربنا يديمها نعمه، فيها نعمة الأمن والأمان الحمد لله، وبالإضافة للقرارات المناسبة جدا للمستثمرين واللي بتسهل عليه واللي بتسهل علينا، واللي بتخلي الإنسان دايما طموح ودايما يبقى يركز يكون رقم واحد أكيد زي طابع الدولة. فإحنا بالنسبة لنا إن شاء الله إحنا بنتطلع إن إحنا يكون عندنا فروع في كل الإمارات إن شاء الله. في شيء قيد الدراسة أو قيد الإنشاء حاليا؟ نعم، في بعض الأمور قيد الدراسة إن شاء الله، وفي سبيلها إنها تتحقق، وإن شاء الله احتمال قريب يكون لنا فرع في أبو ظبي إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق. ممكن هذا الشيء يتحقق خلال هالخمس سنوات، أو ممكن خلال هالخمس سنوات نكون بشيء مكان معين. نعم إن شاء الله. إحنا زي ما قلت لحضرتك إحنا في الفترة الجاية بندرس دراسة عملية مباشرة إن إحنا يكون عندنا فرع في أبو ظبي، وبرضو هيبقى له فرع شقيق في رأس الخيمة إن شاء الله. فإحنا بنتوسع على حسب طلب الإمارة، إن الخدمة كم الجمهور اللي بيحتاج الخدمة، وبنعتمد الحمد لله على سمعتنا واسمنا الطيب الحمد لله في الانتشار بشكل مدروس يعني. الحمد لله. دائما اكيد نتمنى لكم بدورنا احنا التوفيق لكم ومزيد من التقدم والنجاح ان شاء الله. مشكور ان شاء الله. طبعا زي ما حكيت حضرتك الامارات دائما بتعطينا الفرصه بالاستقرار بالامن بالامان اللي فيها، هذا الشيء اللي بدعمنا وممكن يدعم جرأة جوانا احنا نكمل من دون ما نخاف ونحقق كثير اشياء من دون خوف. نعم. هاي المنظومه اللي اليوم موجوده في دوله الامارات برايك قد ايه لها تاثير على الاستثمار بشكل عام؟ زي ما هو معروف عالميا واضح جدا لكل الناس، المستثمر طبعا يوم في يعني في الوقت اللي هو يفكر فيه يضخ فيه امواله او يستثمر مشروع او يعمل اي شيء لازم يتاكد من بيئه الامان الاول. صحيح. اول حاجه بيسال عليها بيئه الامان، وعلى اساس ما يحصلش اي شيء يترتب عليه يفقد فيه استثماره او يخسر. صحيح. صحيح. بالتالي الحمد لله احنا بنعيش في دوله الامارات في نعمه الامن والامان، ربنا يديمها علينا وعلى جميع المقيمين والمواطنين والناس الموجوده كلهم ان شاء الله. والحمد لله بنشكر جميع الجهود اللي هي مخليانا الجهود الجباره اللي جدا من شيوخ وحكام الامارات اللي نعم. حافظوا على نعم بنشكرهم جدا 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 على توفير الخدمه لينا ولجميع الناس الموجوده على الامارات، مش حاسين باي شيء غير الامان.
والحمد لله الحمد لله نعمه هي اكيد دائما ربنا يديم علينا يا رب وعلى جميع دوله الامارات يا رب. اكيد دائما ان شاء الله بندعي لهالبلد انه الله يديم عليها امنها وامانها ويطول بعمر شيوخها طبعا وربنا يحفظ لنا شيوخنا ومن المجهود اللي بيبذلوه وعلى القرارات اللي احنا بنلمسها وتسهيل الامور والعقبات اللي بتواجه كل الناس. صح استاذ محمود بنهايه برنامجنا لليوم كلمه شكر لمين بتوجهها؟ بشكل عام لجميع حكام الامارات شيوخنا واصدقائنا اللي دعمونا وجميع من قدم لنا الدعم في بدايه مشوارنا وبشكل خاص لزوجتي لان هي الله يحفظك لان هي بدات معايا من بدينا من الخطوات الاولى جدا جدا ان هي برضو وقفت معنا وقفة وتحملنا ولحد ما وصلنا الحمد لله لمكانة كويسة. اكيد بالتوفيق لكم ان شاء الله واحنا بدورنا بنتشكرك على هاللقاء الطيب وعلى هالكلام الرائع. شكرا لك استاذ محمود ولحسن استضافتك لنا. شرفتونا الله يخليك. شكرا كل الشكر للاستاذ محمود ابراهيم ونستودعكم الله على امل اللقاء بكم مجددا.